كوني غدي تولي نندى مثلا ما زولا نصوفي سوانا الوغميس ست مازيغفا ذي تزوارا يوكذد نمهال أما ثون وسقامون الحاج يوسف عزوزة ذي تير زينس غار تدويل قهوة وجرنان ذاكن الحاج زوجة لفو 19 أديزر زيادة تسوازال ان 5%. يعني بالنظر إلى الضرائب التي لا ندري عن نسبتها، العام نعم. الماضي فوجئنا بضريبة 5%، ثم ضريبة أخرى 5%، فأصبحت الضريبة 10% مع تقلب أسعار الصرف، مع يعني فأقول أن زيادة ستكون يعني محسوسة هذا الموسم بنسبة كم؟ لا أتكهن، ربما تفوق 5%، يعني تفوق 5%، تفوق يعني 5%، ويتبين ذلك عند تنقل الوفد التحضيري للبقاع المقدسة في شهر نوفمبر إن شاء الله. ما بادرت به السلطة السعودية من تبصيم الحجاج، نعم، فهذا مؤشر لأخذ التأشيرة الإلكترونية، يعني فيه مؤشر أن التأشيرة هذه السنة لن تكون تأشيرة ورقية، ربما ستكون تأشيرة إلكترونية، يتأكد ذلك مع لقاء الوزيرين، معالي وزير الشؤون الدينية أوقاف ومعالي وزير الحج والعمرة السعودي. أنا دي غال الحالة هنا وفي ميت خبر نصرف سيت وخصان ذاك نادي ليوك فور جهيديف ذي تزوار انطهور بوسا وذينا لنزولو سامر يقذ القرنون زول قوزون تمن راست إليزي يقذ ورقلا كنت خبرا ذاك نادي ليوك فور جهيديف ذي القرنو سامر قوزون تلمسان يقذ عين تيموشن تغفت نصيف اقيد ذا ساون ضغا غفنشتاي لقيم ذانانا تحذرا لما ننسن سليك فران ديوثن دي ستاثين ثينغولا دي تمذين تن حمام بوحجر ويزدون عينة تيموشنت فغلي يوثنة مزدوخ ثنت وشول تيسعان ثمانية نعقالان وغراند ثيفارا أدنولي ثوريق ثن كمال بو عزا عبيد كنو طولة سكنو صاي طولة سكنو صاي سلاه دوراكي في مطواني دي تمسلا يهواري سالميس يغلي وخميس غف سباني يفران ديوثان دي تسعثين ذين قولا دي ثمذين تنعين حجار قوزدون عين تيموشنت رانا قاعدين كيما هكا حتى كتر الحس عاود جاري راب ما كان زوج دقائق ما بين داك الحس ما بين اللي طاح ما بين اللي لقينا كلشي ظلمت الحاله في وجوهنا. كنا في هاد الدار وفي الشومبره تاعي انا ولادي السته صغيرة كنت غادي نرقدها والاخرين يقرو قدامي ما مداريش كيما هكا مداري يمشوا يحفظوا في الدار تاعهم من عندهم فروض قلت لهم قعدوا قدامي لاخاطش كي تروحوا تما ما تقروش قعدوا قدامي ثاوا شلتي سورتيو خيرا ذاك ذاخي خاقي ذوين قريب يبوين ترويح ثن ثمانية كم ذنان ظلام ضرا ثم قران تي ديغلين غفثو يا ثنسن درت الدوسي هدرت مع المير جريت وما با كسرت الحادثه وجيت لقيت ولادي لاباس صح الحمد لله يا ربي بصح حاجه اللي غاضتني كي وصلت له قال لي نقي ودير جانكات وسقر وشتا وما با ولادي ما عندهمش حاجه اللي ما كانش كلش راه مردوم توا شولت هو ريث سلام ولا ستي مود نفوس اللمعونة ذي ثغني تاقي وعريف ثاني جان ذي فران بلا ثامز دوخ ذيك سميضاقي أنا عدي غارو جزونت باتن تندا تفايدين وغارن والف وميانت وشولين سلقاس تمذين تذوق ذرار نولاد بشينا يقذ ولاد عوف في ثمنات نعين التوتاس تذرين في عدن 80 مليون نص سنتيمي ون أسيوض وذين يصفر حني مزداغ سوطاس أدن وليك سواض زايد حريقة اليوم عرس بالنسبة لنا وفي أول نوفمبر اللي هو يعرف المنطقة وتعرف المنطقة هذا الشعب هذا ابن الجزائر وبالأمس ابن الجزائر واليوم ابن الجزائر وغدوة ابن الجزائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ذي السنة ذي التعب ذي كل شيء من الحمد لله رب العالمين رب ذي حذها الونغ تمور ذنغ يرقزن النغ إن شاء الله نشكر الولاية قيمة الواجب النغ نشكر السيد الرئيس بوتفليقة اليوم اشرفنا على أكثر من 1100 عائلة اليوم اللي وصلنا لها الغاز الطبيعي اليوم والعملية متواصلة كنا ثاني البارح ولو البارح اشرفنا على وضع حيز الخدمة مشاريع أخرى وإن شاء الله غدوة وغير غدوة العدد اللي راح نوصلوا ليه في خلال الاحتفالات بذكرى أول نوفمبر 54 هو 4044 عائلة هي كان صوت دارتا قراني سلنس مزيغ فرمير ثنوان